يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي أن أرد السائل أي المتسول الذي يسأل في المسجد؟ وهل يجوز لإمام المسجد أن يرده وأن يمنعه؟ لا يرد السائل إلا إذا علم أنه كذاب، إذا علم أنه كذاب وله محتاج يمنع، أما ما لم نعلم نحن نعطيه لسؤاله، السائل له حق. نعم.